خلينا نشوف حسني عبد ربه والنصراويين نشوف. في الوقت الذي يسعى فيه النصراويين جاهدين لتجاوز عدد من الإحباطات التي أصابت الفريق مؤخراً والمتمثلة بالخروج من 3 بطولات دون تحقيق أي إنجاز، إذا بالمشاكل تزداد يوماً بعد آخر، ولعل تجديد عقد اللاعب المميز شايع شراحيلي بات يشكل ضغطاً رهيباً على الإدارة الصفراء. العرض النصراوي الأخير للاعب والبالغ 3 ملايين ريال ل3 سنوات جاء الرد فيه من قبل وكيل أعمال اللاعب بالرفض ومطالبة برفع العرض. آخر الأخبار تقول أن هناك أحد أعضاء الشرف تسلم الملف كاملا، وستكون الأيام القادمة حاسمة في مسألة التجديد من عدمها، خصوصا مع توارد أنباء عن رغبة أكثر من ناد في ضم اللاعب لصفوفه. أمر آخر شغل الجماهير النصراوية، ألا وهو مغادرة اللاعب حسني عبد ربه لبلاده قبل الموعد المحدد الذي يسمح له فيه بالسفر. المتتبع لما هو متداول في الإعلام يجد أن اللاعب قد وضح موقفه بأن المدرب الأورغوياني دانييل كارينيو قد سمح له بالمغادرة قبل الوقت المحدد، مع التأكيد أن توقف المنافسات المحلية لأكثر من 3 أسابيع من الأسباب التي جعلته يطالب بالمغادرة في هذا الوقت، فيما تؤكد أنباء أخرى أن الإدارة النصراوية قد اتخذت قراراً بالحسم 20% من مرتب اللاعب. هاتين المشكلتين أشغلتا البيت النصراوي وجعلت الحيرة تصيب تلك الجماهير العاشقة، فهل تنتهي هاتين الأزمتين فيما سيكون سعيداً لمحبي فارس نجد قبل استئناف المنافسات المحلية، أم أنها ستلقي بظلالها على مشوار الفريق في قادم الأيام؟ نايف حسني عبد ربه والنصراويين، أنت عديتني للاعب اللي أحبه. يستاهل والله، يستاهل والله. شوف بالنسبة لحسني، بدأ بداية غير طبيعية، أصبح ترم متر بالنسبة للأداء النصراوي، أصبح الـ يعني الـ المحرك والقائد والموجه يمكن حتى للعبة خط الوسط وللفريق بأكمله. حدثت إصابة، طبعا ما حد يعني يختلف على إمكانيات حسني عبد ربه، لكن حينما يكون اللاعب مصاب أو يرجع من إصابة الفريق، يعني مش كل المباريات أنت تبغى حسني هو من ينهض بالفريق. يعني الفريق يجب أن يكون معاه لاعبين بصراحة يساعدون، من يعني نتكلم على سواء محليين أو حتى أجانب. الفترة الأخيرة يمكن ما كان حسني بالشكل المطلوب، والفريق كله ما كان بالشكل المطلوب. يعني أنت ما تقول أن الفريق كان مستوى عالي وحسني سيء. أنا من وجهة نظري، من وجهة نظري الشخصية، الإبقاء على حسني أحد، يعني لو القرار بيدي على حسني للسنة الجاية، لأنه أصبح يمكن ركيزة أساسية. رأي الشخصي بالنسبة للنصر التركيز على، طبعا بالإضافة للاعب أجنبي اللي هو بدل أيوفي وبدل اللاعب اليوناني ذا خريستيوس، بالنسبة للاعبين يعني تدعيم الفريق، لاعبين محليين يجب أن يكون تركيز النصر، لاعبين محليين أكثر من الانشغال بحسني أو بمحمد حسين أو يعني بلاعبين أجانب، ربما يكون الدعامة القوية للفريق هي في اللاعبين المحليين أكثر من أجانب. توفيق، حسني عبد ربه طبعا ما يعني ما زيد فنيا على كلام الأستاذ نايف، هو ركيزة أساسية في نادي النصر، خصوصا أنا أعتقد أنه كان من أسباب ارتفاع وتيرة الوسط في نادي النصر، بالإضافة إلى باستس، هبوط مستواه مع هبوط مستوى باستس مع بعض نجوم نادي النصر. حقيقة يعني أنا من الناس اللي انتقدت حسني على عبر تويتر. أنا سمعت كلامه في برنامج في المرمى،
وتكلم حول انه هبوط مستوى وانه ظروف وبعد الاصابه واللي قاعد واللي يعني اهله واللي انا ضد انه استمرار الكابتن حسني عبد ربه مع نادي النصر ما لم يعني حقيقه يقفون على تحسن المستوى. هم عندهم الان نادي النصر لديهم فرصه لنهايه الموسم. نادي النصر لن يعود للبطولات ما لم يكون اللاعبين الاجانب مؤثرين. الان هو يملك ترسانه حقيقيه من اللاعبين المحليين، نجوم يعني حقيقه ليست مجامله من اللاعبين المحليين. يفتقد نادي النصر الى عناصر اجنبيه مهمه بجانب باستس، يفتقد الى لاعبين يجيدون الحلول الفرديه وخصوصا الضربات الثابته والضربات المتحركه من قوس ال18، لان النصر هذه المنطقه الكثير يناور فيها.